ممتنع لأحد إذا تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين المهام مع اتفاقية الشراكة لدعم وتسيير مراكز إيواء لمرضى السرطان. نقطة 32 الدراسة المسبقة مشروع اتفاقية الشراكة لدعم مرضى الهيموفيليا. موافقون نفس العهد الشراكة لدعم مرضى الهيموفيليا. نقطة 33 الدراسة المسبقة مشروع اتفاقية الشراكة لأجل دعم مرضى السيرياك وذوي الحساسية في الجيروتي. موافقون نفس العهد. المعايض لا أحد، الممتنع لا أحد. إذا تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المطلقة للأعضاء مزاولين المهام مع المشاركة المساهمة في الشغل أسماء الشركة التنمية المحلية الثقافة طنجة. التحالفات اللي هي اليتيمة ولاد الإخوان اللي يمدون دائما داخل خارج موافقون. الممتنع لا أحد. إذا تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء مزاولين المهام على اتفاقية الشركة من أجل دعم الأندية والفرق الرياضية. ممتنع لا أحد. إذا تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء مزاولين المهام مع اتفاقية الشركة من أجل دعم الأندية والفرق الرياضية. شكرا على الاستضافة. بالفعل اليوم كما تبعتوا معنا الدورة ديال مجلس جهة طنجة ديوان أكتوبر، أهم هذه النقاط هي دورة مصادقة بإجماع ديال أعضاء عضوة وأعضاء المجلس على ميزانية 2025. اليوم هاد الميزانية كتجي في واحد الظرفية اللي كنعرفوها بأن اليوم هو نصف الولاية ديال الانتدابية ديال هاد المجلس. هذا المنبر لابد من ندعوكم ان شاء الله عما قريب داخل واحد الاسبوعين ان شاء الله تكون هناك حصيله عمل ديال المجلس في هذه الفتره كلها الانتدابيه ديال 3 سنوات للوقوف على اهم المنجزات وكذلك اهم ما حققته هذه الجهه وكذلك ماذا يمكن ان التجويد ديالو الا كان هناك اخفاقات او لم كان هناك يعني اشكالات بعض النواقص في شي اتفاقيات او في شي قطاع ما. فهذا كيحث علينا باش اليوم لابد من نشكر كل الشركاء ديالنا الترابيين والاداريين وكذلك كل جل الفرق السياسيين المتواجدين معنا كذلك داخل هذا المجلس اللي اليوم معبئين باش اول ننجح هذه التجربه اللي هي تجربه سياسيه مهمه. كذلك اليوم اللي هو فتره مهمه اللي اليوم كتعرف بلادنا ثوره حقيقيه في عده قطاعات اجتماعيه. فاليوم اللي كتجي تشوف شنو اهم النقط اللي درجناهم هما نقط ما هو اجتماعي ما هو كذلك رياضي ما هو ثقافي ما هو اشكاليات الحقيقيه. اليوم هي اشكاليه الماء فحاولنا كذلك تجويد من الميزانيه باش نحملوا واحد المبلغ مهم لكل الاشكالات اللي كيعرفها اللي كتعرفها يعني كيعرفها داخل الجهه الاشكاليه ديال الماء. فاظن بان الحمد لله كان هناك جدول اعمال غني هناك اتفاقيات اللي الحمد لله تصوتوا كلهم بالاجماع. فأظن بان اليوم ان شاء الله الا باش نقول مره اخرى شكرا للجميع اللي كان واكب معنا حتى من الاداريين اللي واكبوا معنا وكذلك ان شاء الله عما قريب سكونوا عند الموعد للحصيله ديال 3 سنوات. زو شهاده نعتز بها بخصوص التوافق داخل المجلس ديالنا هنا اغلب يوم معارضه هي اللي كتعطينا القوه باش كنقدروا حنا اول حاجه ندوزوا كل المشاريع ديالنا وكل النقاط ديالنا داخل هذه المؤسسه بتوافق. ماشي كنجيو حيت بعض المرات كاين الناس اللي كيصحاب لهم بان جا كان المجلس هو اليوم ملي كنجيو كدوره هو تحصيل الحاصل ديال واحد سلسله ديال الاجتماعات وسلسله ديال اللقاءات وسلسله ديال التوافقات باش كنقدروا نجيو لقاءات بجد مهمه لقاءات اللي كيجي ماشي كيجي واحد هنا كيعلي يدو بوحدو زعماك هذا برلمان جهوي اليوم كيحاول باش اليوم كيفاش يمكن ندبروا هاد 3 سنوات اللي اليوم دوزنا والثلاث سنوات المقبله. اعتقد بان اليوم الحمد لله حنا نزكي ما يعني ما يمكن اقل ما يمكن نقوله هو بان حنا في تحالف يعني مثمر نعتز بهذا التحالف وسنستمر بالتحالف ديالنا الى 2026 حيت كاين حكومه 2026 ويعني دابا ان شاء الله ندوزو حتى 2027 بالنسبه للمجلس ديالنا ككل. تكلمتي على الاشكاليه ديال المضيق في النضاق. اعتقد بانه اشكال ما تشوفوش ديك الهم هذا كان مشكل وطني فالمعالجه ديال القطاع اللي هو ما كنمشيوش كمعالجه منطقه منطقه. اليوم الحمد لله هناك مشاريع مهمه عملنا صندوق ديال الاستثمار اللي هو مهم اللي جا باش
باش يعطي واحد الدفعه ان هذه المقاولات جد صغرى. اليوم حنا الحمد لله التجربه البسيطه التجربه الاوليه واحد 50 هما في الطاوله ديال التوقيعات، واليوم ان شاء الله غيمشيو هاد الناس هذوك خصهم يكونوا يعني الاولويات من بعض المناطق اللي فيها اشكالات النائيه بحال اللي كنقولوا، ماشي لابد خصنا مثلا في مناطق اللي كيكون بعض المناطق اللي عندها اشكال بحال الباب في المناطق ديال الفرونتير ديما كتكون اشكال خصنا نواكبوها اكثر. بالنسبه للمناطق المنطقه الصناعيه انا تينا اجدد يعني شكري بالنسبه للسؤال ديالك، اعتقد بان اليوم كخص هناك مجهودات كبيره باش يكون هناك استثمارات، والاستثمارات ما كتجيش هكا خص تحفيزات. فاليوم حنا عملنا هذا الصندوق باش نحفزوا كل المستثمرين اللي يجيو ان شاء الله يواكبونا في ديك المنطقه تما اللي مهمه.